أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يستدل بعض الناس بقول الله تعالى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما على أنه يكلم على كل أحد من أهل البدع والأهواء، فهل هذا صحيح؟ وما هو المعنى الصحيح من الآية؟ هذا ما كان إلى الآية، ما هو بالسلام المراد به التحية، سلام المراد به الترك، سلام عليك فأستغفر لك ربي، سلام عليك يعني ترك عليه الصلاة والسلام هجره، فقالوا سلاما يعني تركوه وتركوا مخاطبته ولم يردوا عليه، لم يردوا عليه بل تركوه، فمعنى السلام هو الترك والمشاركة، ليس معناه التحية.